بسم الله الرحمن الرحيم. هدية لجواهر السويس وجمهور جوار السويس. الراجل انا بصور عنده دلوقتي يا جماعة ده مش جديد عليكم. راجل انتوا عارفينه، وكان ظروف ما كان بعد شوية، ولكن رجع تاني. ورجع ايه؟ راجع رجوع بسم الله ما شاء الله، مش اي رجوع. لما هتعرفوه هتفتكروا فيديوهاته وهتفتكروا شغله، الجودة ما تفرقهوش. ابراهيم ازيك يا ابو الفنان؟ اخبارك ايه؟ تمام تمام الحمد لله. انا قلت لك ياما، عايزك بقى تفتح وتحط لي ايه؟ يافطة. حط يافطة يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، نحفظها مع بعض. لؤلؤ السويس زي جوهر السويس كده، هو ايه؟ طلع لعيب جوهر السويس، لؤلؤة السويس، واللؤلؤة اهي وابنه، ربنا يبارك فيك، مبروك المكان. واحنا دايما بندعم اي جهد مخلص زي جهدك. الحمد لله. انت كان شغلك السويس ومشجعين قناة السويس، الله ينور. وانت بشرف الدنيا، ربنا يخليك يا عم. هنشوف يا جماعة، ده فينو، ده جمبري فينو، ده تسعات عشرات، عشرات في الكيلو يا جماعة، تسع وحدات عشرات. وفي جندوفلي لو حطوا له شوف ملح يا جماعه، هتلاقيه كله طلع لسانه وبيلحس. انا زي الفل. كسكمري بلدي يا جماعه، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. كابوريا اناتي حجم سوبر، محنيه يا جماعه، محنيه يا جماعه. يعني ايه محنيه؟ محنية وايه؟ وهتلاقي الكيرف ده قابب، تعرف ان هي من جوه ايه؟ مبطرخة، ولازم تكون محملة في ايدك كده، مش ضعيفة. خدنا الكسكمري، خدنا الجمبري الازاز السوبر التايجر والفينو والجندوفلي العرايس اللي ملوش حل، يخش في جميع طرق الطهي. تخش في ايه يا ابراهيم؟ اسكندراني وشوربة سي فود. يتخلي برضه، يتخلي مع التومه والطحينه، الله عليه، حاجات كتيره ليها ابداع دي. وده صاحب مزاج العالي اللي هو المستطعم ياخد الجندوفه. الشوربه بتاعته جامده من الاخر يعني. جميل جميل، شوربته جامده جدا. تعرف طريقتها؟ تعرف الطريقه؟ يا بصلايه، ممكن تعمل بصلايه وممكن تعمل بتومه. بتومه فصين توم صغيرين كده، وبصلايه مفريه خالص، يا دوبك يشموا مع زبده ويتطشوا، وبعد كده تدخل عليهم ده ايه؟ جندوفلي. وكوباية مية صغيرة أو أقل حسب الكمية اللي أنت، حسب كمية الجندوفلي يا جماعة. يعني يا دوب تشميع شوية مية كده. تيجي شوية وخلاص، هنشرب طبق شوربة تقيلة. صح وعافية. يدفوا في الشتا دول. صوبيا خضراء. وأنا أقول لك صوبيا خضراء ليه؟ بصوا العين يا جماعة. خضراء يعني طازة، يعني فريش ومتطبقة. مش نفش، مش منفوخه يا ابراهيم. ما انا مش عند اي حد. انا بصوا يا جماعه، صوبيا خضراء لسه صاحيه، في نفس الوقت مفروشه على تلج. ما تاخدش الصوبيا صح اللي هي تشد الجلد بتاعها يرجع تاني. ما تاخدش المنفوخه وشاربه ايه؟ شربه ميه، يبقى ميزان ومش حلال، مش يعني حلال. في فرق بين دي تاني هيبقى لك اقل. تمام. احنا برضو بنقول وفي كابوريا اقل حجما وهتبقى اقل سعر، هنشوفها ان شاء الله. شوف شعور يا جماعه، سنار بسم الله تبارك الرحمن كده، شويه فرش بسم الله ما شاء الله. كان ابراهيم مشهور دايما بالجمبري، فين الجمبري بتاعك؟ كان عندي وسط وخلص بقى احجامين تاني، بس خلص. كان دايما تلات ارباع فرشك كان عندي جمبري، بس بقى الجمبو اللي موجود يعني دلوقتي. بنوعد الناس انك انت يجي بدري يلاقي الجمبري تاني بنفس الاسعار اللي فاتت، يعني شويه عشان الجو واصل قليل، اللي من دونه غالي يعني، الجو ساعة يعني. ماشي، ناخد الاسعار من الاول يعني. طيب الجلامبو او الكابوريا بكام؟ بيعمل 120. ماذا؟ طب استنى، صبح بقى على حبيبي محمد، محمد الحلو، محمد ابو عبد او ايه؟ ابو عبد الله. يا جماعه يعني الناس اللي عايزه تنظف سمك عن مكانهم، والله جارهم يا جماعه، فاللي هم جايين من ناحيتك بس يا عم. الله يخليك، الله يخليك يا محمد، الله يخليك يا محمد. كل واحد مكسر
صباح الفل. ازيك يا عم عاشور؟ الله يخليك. احلى شخصيه في السوق كلها حق عاشور. نعم، احلى شخصيه في السوق حق عاشور. والله انا بتصدر له لان عارف انه عنده امانه زيك. اه الناس اللي يعني الناس تبعت لي بالتليفون كده المركب بتتكلم لكل واحد بالظبط كده، مؤدب مؤدب على طول. ما بيتجملش. قلنا الكابوريا او الجلامبو السويسي بكام؟ 120. والشعور؟ 130 يا جماعة. شعور 130. الحباية دي 2.5 ولا تدخل لها؟ دي بتاع 3. 3 تمام. وال الحنية في الشغل العالي ده؟ 170. كلها كده. لا انا بص هوريهم بقى المتحنيه يعني. على ابوها اهي، شوف يعني جابتها ازاي. الكابوريا بص يا جماعه، طالما ابه دي الحته دي ابه هنا فوق كده عامله كيرف، اعرف ان هي ايه؟ مبطرخه وسكر. صح كده؟ بس احنا احلى كلام بيتاكل يعني، ليه طعم تاني في الشتاء. اه قليل بس يتاكل. من 12 لغايه 3 ليها طعم تاني يعني. في كام قلنا كيلو؟ 170. 170 كيلو 7 وحدات 6 وحدات. ما قلناش السوبيا بكام؟ 140 الصحيه دي. 140 الصحيه. السوبيا ب 140 يا جماعه. الكاسكوبري البلدي ده؟ 60 السوبر ده. 60 جنيه سوبر. اه كيلو 3 وحدات 4 وحدات ده. بس بسم الله ما شاء الله اوميجا 3 وسمكايه. خدها وشوط سلطه وشوية رز احمر او رز احمر هنا تقليها بقى تشويها تعملها سنجاري شوي وقلي. الله ينور عليك. ممكن تعمل صينيه بالخضره سنجاري. اولى بسم الله ما شاء الله تعجبكم باذن الله. وتبقى لينا الناس اللي عايزه دليفري او عايزه طلبات توصيل. الارقام عندك يا الارقام اهي يا جماعه مع بعض. ابراهيم وابنه احمد ابراهيم. هركز الشاشه شويه على اساس انك انت تلحق تكتب الرقم. اسمك لؤلؤه السويس. كل التوفيق يا ابو خليل، ربنا يجعلها فاتحه خير عليك يا رب.